قلتي برافو لعبد الرحيم علي لأنه فضحهم. انتوا بتجيبوا حاجات مش على الكتاب. دي من التصريحات، دي من بعض الصحف المواقع، خاصة من بعد انتهيكوا للحرمات الخاصة وتسجيل المكالمات وعرض على الهواء. قلت برافو، خليه يفضح بعض الناس اللي لازم يتفضحوا. أخذوا رأيك في هذا الموضوع بإحدى اللقاءات وقلتي برافو عليه. لا ما قلتش، ممكن أقول برافو جزاهم الله كل خير، دي كلمتي، لكن ما بقولش الكلمة الطويلة اللي حضرتك قلتيها دي. إيه اللي بعديها؟ لا أنا بقول لك هو كان برنامج أيوه. إيه وكان في يعني إيه؟ هل أنت من مؤيدي انتهاك الحريات الشخصية؟ يعني فيما يخص المكالمات الهاتفية اللي كانت تنعرض على الهواء بشكل مباشر، يعني هذا نوع من الحرية الشخصية جدا. لا قلت نص الكلام والنص التاني لا مش مظبوط. بس أنت مع إنه في أشخاص لازم يتفضحوا، لازم يتفضحوا على الهواء ولازم يشنقوا يعني قدام الناس. في أشخاص اللي بهدلوا البلد، بس والبلد اتبهدلت من شوية، أشخاص غير محببين من الناس كلها حتى من أنفسهم، هم مش هيحبوا نفسهم. عيب يعني، بقول كلنا حلوين وكلنا مصريين وكلنا بنحب البلد جدا، ما تكرهوهاش عشان انتوا عايزين تمسكوا حاجة. امسكوا نفسكم، امسكوا نفسكم. يعني ده الأساس مثل ما بيقولوا الصحيح لإلهم. يعني صحيح يبتعدوا عن الحاجات الخرافات اللي بيقولوها، الاختراعات اللي بيقولوها على مصر دي بلدكم، حتى لو ما كانتش بلدكم عيب، حتى لو انتوا دخلاء عيب. انا ما بحبش اجرح حد، بس كسفوا على نفسكم بقى كتير. سوسكا انت مع التنصت على المكالمات الخاصه؟ لا ابدا ابدا. بس حتى لو كان فيها ضرر للبلد لازم تتفضح المكالمات دي، يعني تتسجل وتتفضح والناس خليها تعرف. حد غيري بس انا لا. حد غيرك يتسلط يتنصص اللي بتقوليه؟ لا لازم، لو بلدي هتتضر لازم اقول يا هو يا هو الحقونا. بس للاسف ما بيقولوش يا هو. الحمد لله ان الرئيس بتاعنا بسم الله ما شاء الله عاقل وراضيين وبيعمل حاجات مظبوطه، هي في الجون على طول والله.